حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم التراثي دروازه. واليوم في هذه الفقره هذه الحلقه وهذه الفقره بالتحديد راح نعرض لكم تذكرة مباراة نادرة في عام 1955، بس قبل لا نتحكى عن هذه التذكرة أه تم طبعاً في عهد حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك صباح مبارك الكبير توقيع توقيع اتفاقيه الحمايه البريطانيه عام 1899 في عهد حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح مبارك الكبير هذه الاتفاقيه يعني كان لها دور واثر ايجابي كبير على تاريخ الكويت بشكل عام الشيخ مبارك كان له نظره ثاقبه وكانت قراءته الاحداث قراءة اللي كانت تجري في المنطقة تجري في المنطقة في ذاك الوقت كانت قراءة الأحداث قراءة دقيقة وجيدة وبناء على هذه القراءة وهذه النظرة وقع هذه الاتفاقية مع البريطانيين حقيقة يعني هذه إذا تكلمنا على الجانب السياسي علاقة الكويت مع بريطانيا ولكن يمكن هذه العلاقة كان لها أثر على الجانب الرياضي نحن نتكلم عن هذا الجانب في هذه الفقره كانت البارجات البريطانيه تاتي او ترتاد ميناء الكويت بشكل دائم على طول كانت البارجات البريطانيه كان هناك في دار اعتماد بريطاني دار الاعتماد موجوده في منطقه شرق شرق الى الان موجوده طبعا يسمونها بيت ديكسون وبدت العلاقات بين الكويت وبريطانيا مثل ما قلت في منذ توقيع اتفاقية الحماية ولكن وصل أول معتمد بريطاني في عام 1904 اللي هو طبعًا الكولونيل نوكس واستمرت هذه العلاقات وهذه الاتفاقية إلى استغلال الكويت في 1906 عام 1961 واستغلال الكويت من هذه الاتفاقية في هذه التذكرة طبعا هي كانت من الاتحاد الرياضي الكويتي تذكرة لدخول مباراة كرة القدم يوم 7 نوفمبر عام 1955 تاريخ التذكرة 7 نوفمبر عام 1955 على ملعب المعارف ملعب المعارف كان هناك ملعب معارف قبلي اللي بجانب مقبرة نايف يعني مو بعيد عن مقبرة نايف او مقبرة القبلية وهناك كان في ملعب المعارف الشرقي انا اعتقد ان هذه المباراه اعتقد يعني في ملعب معارف القبلي كانت بين منتخب الاتحاد ومنتخب البارجه البريطانيه يعني هذا احنا قلنا العلاقه يعني صحيح انها كانت علاقه سياسيه اتفاقيه ولكن يعني شملت جوانب اخرى منها الجانب الرياضي يعني البوارج هذه البريطانيه اللي كانت ترتاد ميناء الكويت وكانت هي الى الكويت كانوا يقيمون مباريات مع الفرق المحليه الكويتيه وهني طبعا في هذا اليوم في ذاك اليوم 7 نوفمبر من عام 1955 طبعا كان منتخب الاتحاد، منتخب الاتحاد يمكن يقصدون فيه نقوا اللاعبين او صفوه اللاعبين، نخبه لاعبين من الانديه الرياضيه اللي كانت موجوده في ذاك الوقت. نادي الجزيره، عروبه، النادي الاهلي، نادي النهضه، الخليج، نادي التعاون، نادي الشرقي، نادي القبلي وغيرها من الانديه الثانيه. نخبه لاعبين والشباب من هذه الانديه نقوهم طبعا اختاروهم وسموهم منتخب الاتحاد، كانت تذكره ربيتين. هذه التذكره مختومه فعلا تذكره نادره لحقبه جميله من تاريخ الكويت الرياضي. في كذلك اذا تكلمنا يعني انا يعني بعرض كذلك وثيقه ثانيه هذه الوثيقه او دعوه دعوه عرس يعني المجتمع الكويتي جبل على التواصل الاجتماعي كانوا يعني مجتمع يعني متعاضد كانوا بينهم وصل الجيران والاقارب كان مجتمع واحد الى الان الحمد لله فكانوا طبعا الكويتيين معروفين بالتواصل الاجتماعي بالمناسبات الاجتماعيه ما يخلون فيهم الوصل ففي هذه الدعوه يتشرف دعوه طبعا هذه عرس بطاقه عرس لكن بطاقه عرس نادره في عام 1958 يتشرف بدعوتكم لحضور نتشرف بدعوتكم لحضور زفاف ولدنا محمد اللي هو طبعا دعوة من ماجد الصقر ماجد الصقر الغانم طبعا من آل زايد دعوة من سيد ماجد صقر الغانم إلى طبعا أحد الشخصيات هذه الدعوة أنا طبعا من ضمن أرشيفي دعوة أصلية لزفاف ولدنا محمد وذلك في مساء يوم الخميس الموافق 22 خمسة عام 1958 الساعة السابعة والنصف بديوان جاسم شاهين الغانم قرب مسجد الخليفة مسجد الخليفة موجود اليوم أحد أقدم مساجد بالكويت الموجودة يعني مسجد بن بحر أقدم منه لكن هدم مسجد الخليفة يمكن تأسيسه عام 1714 1716 يعني هالمحاري وين صاير في فريج الشيوخ فريج الشيوخ من الفرجان المشهورة في مدينه الكويت القديمه وهذا الفريج اللي سكنوا فيه حكامنا الاعزاء اسره الصباح الكريمه سكنوا في فريج طبعا بيوتهم سموها فريج الشيوخ هذا الفريج سكنوا فيه اسره الصباح حكام الكويت منذ طبعا قديم الزمان يعني منذ وصولهم الى الى الكويت قبل اكثر من 300 سنه والعقبه لكم في المسرات فيعني فعلا وثيقة نادرة فيها طبعا يعني استخدموا سنفريج الشيوخ يعني في ذاك الوقت هذه الأسامي الفرجان راحت يعني اندثرت عقب ما عقب التثمين عقب الانتقال الكويتيين من مدينة الكويت القديمة المناطق النموذجية وقرى الكويت فكانت هذه الدعوة طبعا ديوان جاسم شاهين الغانم في بيته في فريج الشيوخ بجانب مسجد الخليفه اللي هو ماجد طبعا والداعي وهو ماجد الصقر الغانم طبعا من من الزايد هذا كل ما لدينا في هذه الفقره وراح ان شاء الله ننتقل في الفقره الثانيه مع ضيفنا اللي راح نتحدث طبعا معه بجانب مهم من تاريخ وتراث دولتنا الحبيبه الكويت. أعزائي المشاهدين نستكمل برنامجكم مع برنامجكم تراثي الدروازه. وحديث مع الدكتور احمد الصالحي عن الفنون الكويتيه في الماضي الفنون الكويتيه القديمه حياك الله دكتور الله يحييك وطبعا في هذه الحلقه راح نتكلم عن موضوع مهم انا لاحظت دكتور يمكن حضرتك اكيد يعني شفت ان في العديد من القصائد اللي قنوها الفنانين الكويتيين يعني انا بركز على الفنانين الكويتيين بشكل خاص الشاعر مجهول تلاقي قصيده دكتور صارت يعني غنايه يعني لها صدى ولها كذا لكن تبي لان احنا نجحت هذه الاغنيه نبحث عن القصيده نشوف ان الشاعر مجهول. شو السبب دكتور؟ يعني العديد من القصائد شاعر شاعرها مجهول. مو بس كذي حتى بالالحان نفس الشيء. يعني الاغنيه الشعبيه بكل العالم مو بس بالكويت او المنطقه. الاغنيه الشعبيه من علاماتها المهمة أن مجهولة المصدر فهي تمثل المجتمع لكن ما يدرون من متى الأغنية موجودة ولا من لحن أو من اللي كتب زين إيه الأغاني موجودة فلذلك تلقى حتى في الكويت يعني إحنا ما مو مختلفين عن غيرنا نلقى بأن التراث حافل بالألحان والكلمات اللي ما ندري شنو مصدرها مثل شنو دكتور؟ اهم يعني, يعني كل اغاني الاطفال اي نعم ما ندري من اللي كتبها، اكيد في واحد قاعد كتب ايه نعم. الكلام هذا حتى في الاغاني يعني السامريه وال وبعدين لما نوصل حق السامري في كثير منه، طبعا شوف السامري يصير ساعات ان الشاعر شاعر من الشعراء ينظم له قصيده ويقول حق اللي يغني السامري شيال هذه قصيده غنها فهني ممكن احنا نعرف الشاعر لكن بالثلاثينات والعشرينيات الفترة هذه للستينات الستينات احنا ما ندري حتى لو الشاعر حي وموجود ما ندري منو كتب القصيدة هذه ومنو كتب القصيدة ذاك لأن هم الأولين ما يهتمون هم يغني الأغنية المطرب وخلاص ما عليه لا يثبت لا يقعد يثبت الشاعر ولا الملحن لأنه مو مطلوب منها شيء ففكرة ان لازم اقول اسم الشاعر هذا كان شيء جديد يعني عرفناه بالستينات لما صار في ان في حقوق وفلوس فالمطرب ياخذ فلوس الشاعر ياخذ فلوس قالوا ها وين الشاعر تعال دور عاد فكثير من القصايد مثلا ما يدرون نسوا مطربين او يأتهم القصايد وما يدرون من اللي كاتبها او بعض منهم ما يحب يقول ان انا فلان انا كتبت القصيده شاعر بس ما يبي يحط اسمه. زين وهذا هم موجود. لذلك تلقى مثلا الشاعر المحتجب. ها؟ اي نعم. وما ادري في ابن الصحراء اسامي كذي. نعم ما نعم ما يبون. زين وهذا امر حتى طبيعي. حتى النساء ترى في يعني بنت طبعًا. الصحراء، بنت الجزيره. نعم. تلاقي هذه المصطلحات صحيح. صحيح. فبالاول راح تلقى ان كثير من القصائد والاغاني. إن زين ما ندري متى صارت ولا ندري شلون تلحنت الألحان ندري مثلا المتاخرين ندري هذا اللحن مسوي عبد الله فضاله ولا مثلا محمود ملحن الاغنيه مثلا الحان عبد الله الفري اكثر من كذي ما صعبه انك تتبع الالحان والنصوص نعم صحيح إيه؟ دكتور يوسف البكر اي من فناني القرن التاسع عشر صحيح, صحيح. يعني هذا الفنان انا اشوف انه يمكن ما وثقوا اعماله الفنيه بشكل كامل وهذا طبيعي لانه فنان قديم يعني شنو تبي تقول عن يوسف بكر؟ لا شوف يوسف البكر يعني هو اللي وثق هو لما وصل لاخر مرحله في حياته يعني فوق ال 70 سنه ها في ناس يقولون فوق ال 80 سنه زين جت له الفرصه انه يسجل وهو يعني راس يابس ما يبي يسجل الا بطريقه معينه وعلى التقاليد القديمه هذا بالخمسينات يمكن صحيح بال اي بال 53 53 صحيح الى هو مواليد اي سنه اذا عندك فكره دكتور يعني طبعا ما ندري خلينا نقول بال 1870 اي نعم 1875 شيء كذي يعني نعم يعني هو عاصر عبد الله الفري نعم اي نعم هو بالاساس كان رواد خينه ولا ما لحق؟ لا, لا لا هو الظاهر يعني قليل ما شاف عبد الله الفري اي نعم وهو تاثر اكثر شيء في اخوه خالد البكر خالد البكر خالد البكر من جلساء عبد الله الفري نعم اي نعم فهو يعني تاثر كثيرا في خالد البكر وشاف ايضا هذا تلميذ عبد الله الفري وشاف بن يعقوب ابراهيم ابراهيم بن يعقوب إيه نعم هذا من جلساء عبد الله الفري اي اللي هو اقرب بعد بن يعقوب اقرب حق عبد الله الفري منك انت يا خالد البكر خالد البكر نعم زين. فاخذ منهم واخذ من مطرب قديم ايضا من تلاميذ عبد الله الفري اسمه أه عبد العزيز صرام ولده سعود صرام أه نهام ما شاء الله اي نعم الابو كان مطرب ما شاء الله اي نعم فهو تعلم منهم وتعلم أه على الطريقه القديمه بالعزف يعني العزف نفسه ايقاعي تم 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 شيء كذي ايقاعي بطيء زين لكن شنو اهميه هذا الفنان؟ انه هو نقل لنا اجواء غناء الصوت في القرن التاسع عشر كل المطربين اللي احنا نعرفهم سواء في الكويت او البحرين كلهم مطربين القرن العشرين الا يوسف البكر يعني القرن التاسع عشر اي ايه. فلذلك هو مختلف عنهم كلهم مو مثلا عن البحرين، لا عن البحرين وعن الكويت بعد. صحيح. هو بروحه. زين وكذلك كان يعني صاحبه اخوه محمد البكر، اكبر منه، اكبر من يوسف. نعم. كان يروس له. والتراويس كلها قديمه ما هي معروفه اليوم، ما حد يروسها. فلذلك كان نموذج ممتاز لحفظ التراث والالحان الصوت. بالطريقه القديمه اللي يعتقد ان غناها عبدالله الفري بهالطريقه هذه. ما شاء الله. نعم. غير عن عبد اللطيف ومحمود نعم. وغيره. نعم. آه راح ناخذ فاصل رح نواصل معاك دكتور اعزائي آه المشاهدين فاصل ونواصل حديثنا في برنامجكم التراثي دروازه. اعزائي المشاهدين عوده من جديد مع برنامجكم التراثي دروازه استكمل حديثنا مع الدكتور احمد الصالحي دكتور آه يعني خالد البكر مثل ما تفضلت فعلا يعني نقل اجواء فنون القرن التاسع عشر نعم يعني لما سجل في عام 1953 لانه هو يمكن مواليد 1875 معمر يعني معمر صح معمر طيب شنو اهم الاغاني اللي يعني مشهوره لخالد البكر يوسف بكر يوسف بكر إيه؟ انا خالد البكر طبعا إيه؟ اخو الكبير اللي كان مع عبد الله الفري إيه؟ من جلسات خينا نعم. يوسف هو شوف يوسف البكر سجل كثير من الاصوات اللي اللي نعرفها من مطربين الاخرين ملك الغرام جلب الكاس حرك شجوني والتهابي دنت الساعه وانشق القمر كثير يعني لكن ايضا سجل اشياء ما نعرفها الا من هو مثل مثلا نالت على يدها قصيده معروفه بس اللحن اللي هو سجله شيء عجيب غريب مثلا ولما التقينا للوداع عشية وسجل يعاتبني على نظري اليه فهذا من الالحان اللي ما عرفناها الا من يوسف البكر أو من تلميذه محمود الكويتي لأن محمود بعدين فترة لذاعة كان يسجل أشياء نقلا عن أستاذه يوسف, بكر. يوسف البكر طيب محمود الكويتي يعني نعم. محمود عبد الرزاق النقي النقي نعم أخوه طبعا صالح عبد الرزاق النقي كذلك فنان غدير محمود بدأ يمكن مع عبد الله فضالة ولا اي ممكن وعبد اللطيف الكويتي ولا يعني نفس جيلهم يعتبر. نفس الجيل اي نعم شوف محمود اول ما تعلم في البيت فاخوه الكبير صالح عبد الرزاق زين مطرب ومطرب يعني كان متمكن واكبر منه بالسن وبعدين عنده اخو ثاني هم اكبر منه اسمه يعقوب يعقوب كان يعزف على الكمان زين فاخوه الاكبر صالح مطرب واخوه الثاني الامن الكبير يعقوب يعزف على الكمان وبعدين محمود اصغرهم. ومحمود تعلم منهم وحفظ وسمع وكل شيء وبعدين قام يروح هو يعني مهنه محمود وصالح كلهم مهنتهم الاساسيه كانوا يبيعون التتن. زين فهو كان عنده محل يبيع تتن. ويله انت يا يوسف البكر فكان يعطيه تتن ببلاش مقابل انه يعلمه صوت صوتين كذي وتعلم كل شوي يعطيه لحن وصار تلميذ حق يوسف بكر يوسف بكر وهو ما يدري انزين وهو ما سجل في بيضافون مع الكويتين اللي راحوا انا يعني قلت صالح اخوه راح وعبد اللطيف وصالح عزره يعني مجموعه عبد الله فضاله عبد ما راح ليش؟ ما ادري بس يبدو لي ان اخوه راح وهو ما راح يعني عبد اللطيف الكويتي وصالح النقي اخوه محمود وعبد أخو إيه؟ الله فضاله وصالح وداود عذره إيه؟ لكن هو ما راح طيب ما وسجل اول اسطوانه لك كان في اي عام؟ 28 29 29 مع 29 مع اي مع شركه؟ اوديون في القاهره اوديون اي نعم. في القاهره ف... ما سجلها؟ سجلها في القاهره في القاهره, القاهرة. نعم إيه؟ دعوا الشركه دعوا عبد اللطيف الكويتي الى بغداد سنه 28 قالوا له سجل سجل مجموعه اصوات والحان اوديو نعم والاسطوانات هذه على قولته عبد اللطيف تصرفت انباعت كسر الدنيا يعني اليمن والحجاز والخليج كلهم يعني هالاسطوانات مو بيضافون الاولى اوديون الاولى فشافوا البيع زين قالوا له تعال خلينا نسجل لك مره ثانيه بس هالنوبه تعال قاهره الحين يبي واحد يعزف له وما يعزف عود فاخذه وياه محمود الكويتي وراحوا ومحمود مقابلته مع امين الشراح يشرح الرحله هذه فانا اختصرها انه وصلوا الى الى القاهره وقعدوا في الاستديو عام 29 29 و... 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 وهو كان يعزف عود وعبد اللطيف يغني وسامي الشوه على الكمان معاهم. وبعدين يبدو ان عبد اللطيف زكى محمود قال لهم ترى مطرب تدري كذي يعني دائما ان هذا مطرب مهم وحافظ كل شيء سجلوا له وسجل مجموعه من الاسطوانات. الاسطوانات هذه نادره بس انا اللي شفت منهم ما يطرب القلب المعنى الحزين صوت عربي وسجل في ساحل البدوان. وسجل مره ظبيون سباني مره ظبيون سباني مشهور اي مشهور هذا وسجل وهو يقول يقول سجل سامريه يا حمام خليني او خليتني او شيء كذي ما سمعتها يعني ويقولون بعد أن سجل صوت على نمط طف بالطواف بس بكلام ثاني اه اذا المرء لم يرعاك الا تكلفه بس ما سمعتها يقال فهذا اول تسجيل كل تسجيلات اللي انا سمعتها على العود فقط لا مع كمان ولا مرواس ولا ايقاع ولا شيء يغني على العود على إيه هذا اول تسجيل بعدين سجل في سنه 37 او قبلها سجل حق نعيم ايضا اسطوانه مفقوده يا اهل الشرق من روبي على القصيريه وسجل يعني بعد فهد, فهد برسلي فهد وللعلم انه هو كون صداقه مع فهد, فهد صديق كان له نعم ويقول له فهد بروس محمود تاه الراي محمود بين المحرق والمنامه وهو يقول يسند على هنا. محمود الكويتي فاخذ قصايده وقام يلحنها ويغنيها وكل تسجيل اسطوانات وتسجيل اذاعه لازم في قصيده او اكثر هنا. حق فهد بروس حق فهد برسي. فهو كمل بهالمجال هذا نعم اشكرك دكتور <applause> فعلا يعني كانت حلقه غنيه بالمعلومات الغيمه شكر جزيل للدكتور احمد صالحي أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقات قادمة من برنامجكم التراثي دروازه أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته